المهاجم المرعب إيرلينج هالاند، النجم النرويجي ونجم مانشستر سيتي، يخرج بتصريحات أسطورية عن المنتخب المغربي ويؤكد المغرب ستكتسح البرازيل بشرط واحد، ألا وهو رسميا سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة، وإليكم التفاصيل. أكد اليوم المهاجم النرويجي المرعب السفاح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي أن مباراة المنتخب المغربي القادمة أمام البرازيل مباراة قوية جدا 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 ومنتظرة من الملايين حول العالم. وأكد إيرلينج هالاند بأن المنتخب المغربي منتخب قوي واستطاع مقارعة كبرى المنتخبات من خلال المونديال الأخير، وشاهدنا الجودة التي يمتلكها لاعبي المنتخب المغربي من خلال اكتساح بلجيكا وأسبانيا والبرتغال في المعترك العالمي بقطر. وأكد أيضا إيرلينج هالاند أنه سيشجع المنتخب المغربي في مباراته أمام البرازيل، مؤكدا بأن المغرب تستطيع اكتساح المنتخب البرازيلي بحصة تهديفية كبيرة بشرط واحد، ألا وهو إيمان لاعبي المنتخب المغربي بقدرتهم، لأنهم يمتلكون جيل عظيم وخطير أمثال أشرف حكيمي، حكيم زياش، نصير مزراوي، سفيان امرابط، ياسين بونو، يوسف النصيري، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وتمنى إيرلينج هالاند في ختام تصريحاته كل التوفيق للمنتخب المغربي خلال الفترة القادمة.